طول حياتي دي منلوم الدنيا على الحاجات الخايبة اللي تصير. بالطبيعة كنت غلط، كل مشكلة وكل سيتياسيون خايبة وصلت لها في حياتي كانت غلطي. خسرت فرص في ريليشنشيبس، وصلت لستيت نحس روحي ما عادش عندي هدف، نصنع اكسكيوزز باش ارتح ضميري وما نلوش على حل للحاجات اللي صايرت لي في حياتي، الحاجات الخايبة بالطبيعة. وان داي لاحظت حاجة، اللي ما نجمش نتحكم في المشاكل اللي تصير لي، ما نجمش نتحكم في الحاجات اللي باش تبعثهم الدنيا في حياتي مهما كانت نيجاتيف ولا بوزيتيف. الحاجة الوحيدة اللي نجم نتحكم فيها هي مخي، choices والقرارات اللي ناخذها في حياتي. سو قررت ناخذ الثنية الصحيحة ونركز على السيلف ديفلوبمنت متاعي. ما نعرفش عليك انت شنية الحاجات اللي تسبب بالمشاكل في حياتك، خاطر كل واحد فينا عنده مشاكل، بطبيعة انت اللي تتفرج زيد عندك مشاكل. باش نحكي لك على personal experience متاعي، 90% من المشاكل في حياتي كان سببها العباد والناس اللي خالطهم. أعطيت ثقة زايدة لناس ما تستحقهاش، ممكن نقول أسراري للناس ما كانش لازمها تسمع. بطبيعة باش تقولي هذه غلطة كبيرة وكلامك صحيح، الثقة الزايدة هذيك وصلت لي أسراري وحاجاتي الشخصية كانت عند عباد ما كانش لازم تسمعها. بالطبيعة اللي صار وصلني اللي نخسر معناها برشا عباد كنت نسميهم أصحاب. الاكسبيرينس هذيك بالطبيعة أثرت على نفسيتي وكانت السبب اللي أنا نخسر برشا relationships، كان سببها مين للعباد والناس، والبقية كان سببها الأوفر ثينكينج متاعي. كنت الأوفر ثينكي في كل relationship، في كل مشكلة تصير لي، في كل سيتويشن نوصل لها. ما ايش باش ندخل في الديتيل زي ما نصور وصلت الفكرة. سو باش تسألني كيفاش قلبت كل شيء ووصلت تخلصت من الاشيوز هذا. اول حاجة عملتها بديت في تنظيف السيركل متاعي. بخلاف عائلتي اكتشفت اللي عندي كان زوز من الناس نجم نسميهم اصحاب. بالحاجات اللي تصير وبالريل لايف سيتويشنز يبان شكون صاحبك واخوك وشكون فيك فريند. لازمك صاحب يوقف معك في وقت الشدة، يفيقك على روحك ويوقفك كي تطيح بيك الدنيا، سرك يموت ما بيناتكم وديما يقولك الحقيقة في وجهك مهما كانت خايبة ولا باهي. وبطبيعة انت زيادة لازم تعمل نفس الاكشنز مع صاحبك. صوتا وصلت نظفت السيركل متاعك، نمشو للستيب الكبيرة. باش تسألني شنية ستيب اللي بعدها، ستيب اللي بعدها هي حاجة لازمة وحاجة لازمها تصير، برغم اللي برشا عباد في تونس وخاصة المسلمين ما همش يعملوا فيها. اقرب اكثر لربي، حسن علاقتك معاه وعمل على ربي في كل شيء تعمله وكل ديسيزيون تاخذها في حياتك. صلي صلواتك الخمسة، وبالطبيعة اقرأ قرآن كل يوم كان نتنجم. تو باش تجي اكبر ستيب باش تعملها واللي هي حياتك، حسن من روحك وبدل الهابتس متاعك. بدل الهابتس متاعك الخايبين كيما السوشيال ميديا والشورت فورم كونتنت والسكرولينج هذاك 8 سوايع في النهار، بالخدمة يوميا واللي انت تتحسن في اندستري معينة، مهما كانت اللي انت تقرأ وتحسن في الجريدز متاعك. اي شيك التليفون كان ميكس باش تعمل بيه حاجة باش تنفعك. عوضك الدوبامين اللي يجيك من الكرام بدوبامين ناتوريل. ترينا، اقرأ كتب، اعمل حاجات جديدة، وكي تجي باش تاخذ ستيب في حياتك وتبدا هي حكايه تخوف برشا واللي باش تخرجك من الكومفورت زون متاعك. الحاجه اللي تخاف منها كي توصل تتخطاها وتعملها باش تحس بدوبامين هات اكبر من اي هات متاع دوبامين تنجم تاخذها من السوشيال ميديا ولا من الاكران. انفورتشنتلي في تونس مثلا مش برشا فرص، سو بقرايتك تنجم تصنع فرص لراحك. ما يهمش كان تكرهها ولا تحبها، اللي يهم هو لازمك تعمل الحاجه اللي باش تفيدك في مستقبلك، وكون disciplined وكمل التاسكس متاعك مهما كنت تحس ومهما صاير في حياتك. مثلا اليوم قاعد نصور في الفيديو هذا وانا مريض، حجرتك الاحساس هذاك متاع المرض، على خاطر مهما كانت حالتك ومهما كانت الايموشنز متاعك كي تكمل التاسكس متاعك كل يوم وتكون منضبط باش تتبدل برشا حاجات وباش تنس مخك بالخدمة مهما كان احساسك. كان تعمل حاجات هذيك نوعدك اللي الاحساس متاع الخنقة والتعب اللي تحس فيهم باش يتنحى، على خاطر كل ما تكمل التاسكس متاعك الكل باش تحس باللي انت عملت انجاز كل يوم، واللي نهارك ما ضيعتوش واللي وقتك استثمرته في حاجة تنفعك. كان تكمل في ثنية هذيك وتعمل التاسكس متاعك كل يوم
باش يتنحى الإحساس الخايب، وباش تحس بضميرك مرتاح كل يوم. فرح والديك والعبيد اللي تحبك بنجاحك في الدنيا، ومهما كانت الحاجة الباهية باش تعملها، كلك سوى لروحك ولا الإنسان يعز عليك. ربي باش يبارك لك في كل خطوة تأخذها، وباش تحس اللي ثم بارش حاجات في حياتك تبدلوا للأحسن. هذا كان كل شيء. إن وصلت للبارتي هذه من الفيديو، حاب نقول لك ميرسي وبون كوراج، وراه باش يهبط فيديو جديد كل ويكاند يحكي على توبك معينة مربوطة بالسيلف امبروفمنت. لو كان عندك موضوع تحبنا نحكو فيه المرة الجاية، ولا عندك اوبينيون على الفيديو هذا، اهبط للكومنت سيكشن اللوتا وتايش كومنتير. هيا السلام عليكم، نشوفكم فيديو جديد.